هيكون معانا من خلال زوم دكتور شريف عرفة، وهو كاتب ومحاضر في علم النفس الإيجابي. فالحتة دي هي الحتة اللي احنا عايزينها بالظبط. دكتور شريف، ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ دكتور شريف، انا هدخل في الموضوع مباشرة. يعني بنشوف اليومين يلا دول بينا. ناس كتير قوي، ومنهم انا وممكن منهم حضرتك، ومنهم رياضيين كتير، ومنهم يعني لعيب كورة، لعيب باسكت، لا يعني منهم ابطال كتير، ممكن في لحظة اخطأ في ماتش من الماتشات ولا ما خدش البطولة يتشتم كم شتيمة وياخد كم طاقة سلبية تكرهه في حياته مدى الحياة. فازاي انا اتغلب على الطاقة السلبية دي واشوف نجاحي وما تأثرش بأي كلمة حواليا؟ كلنا بنتعرض لمواقف سلبية بيكون فيها الناس اللي حوالينا هم مصدر إزعاج بالنسبة لنا. أكون عندي مشاكل مثلا في حياتي، أو عندي هدف كبير عايز أحققه، ألاقي ناس حواليا مثلا بتنتقدني بشكل غير منصف، ألاقيهم في ناس بيتريقوا عليا، في ناس بتشكك في قدراتي، في ناس مثلا تستهزئ بالحلم اللي أنا بحلمه. فكرة إننا نكون محاطين بمجموعة من الناس اللي مش فاهمين اللي إحنا بنعمله وبيصدروا لنا ما اصطلح على تسميته يعني طاقة سلبية، دي مشكلة شائعة في كل المجتمعات وفي كل يعني التخصصات. ولما بنتكلم على الشأن العام بالذات، لما واحد يبقى شخصية عامة والكلام بيبقى على السلبية اللي جاية من السوشيال ميديا، دي بتبقى مشكلة أكبر بكتير، لأن الناس على السوشيال ميديا غير الناس الحقيقيين في الطبيعة. ممكن تلاقي واحد نايس كده ولطيف وبيتكلم بشكل كويس، لكن على السوشيال ميديا وحش كاسر لا يردعه شيء. فالسوشيال ميديا بالذات والتواجد الافتراضي ده بيرفع عن الناس الحواجز اللي بتخلي الإنسان مهذب أمام الآخرين، بترفع عنه حاجز المواجهة ده، بتخليه يحس بأمان أكتر، يطلع كل السلبيات اللي موجودة حواليه. يعني بنسمي حتى المجتمع الافتراضي ده هو ايوه اللاوعي الجمعي للبشر، يعني كل ما هو مختبئ في سواد النفسيات بتاع الناس بيطلع بشكل واضح وصريح في السوشيال ميديا حتى لو ما كانش بيطلع في الواقع. هو فأي شخص مستخبي ورا شاشة التليفون أو أي حاجة، فهو بيقول براحته، هو مش فارق ومش مدرك الكلمة دي ممكن تكسر نفسية بني آدم لسنين وسنين. يعني في ناس كتير بالظبط قوي بالظبط اعتزلت بسبب شتيمة الناس والطاقة والكلام الغريب اللي بيتقال لهم على السوشيال ميديا. بالظبط، ودي نقطة مهمة برضو. زي ما بقول إن أي واحد بيتعامل بقى، أي واحد بقى شخصية عامة لازم بقدر ما يدرك هذه الحقيقة، إن هو يا إما ما يقراش تعليقات، يا إما يعمل جروب مخصوص يبقى عارف هو بيكلم مين بالظبط، لأن الجمهور دي كلمة واسعة جدا يعني غير متجانسة، هوش كائن واحد، لا يعني ده ما تقدرش تكسب ود الجمهور اللي موجود أونلاين، ده شيء مستحيل. لو واحد قال صباح الخير ممكن هتلاقي مليون واحد بيهاجمه اصلا على انه بيقول صباح الخير، مش بيحيي بتحيه اخرى مثلا. طب هل فمن نظرة المستحيل المجتمع دي يا دكتور شريف، يعني هل نظرة المجتمع دي نعرف نغيرها ولا خلاص ده بقى أمر واقع؟ يعني هل نعرف نقول للناس شوفوا النتيجة النهائية، شوفوا الراجل ده تعب ازاي، البطل ده في تمريناته وتدريباته ما بينامش الليل وبيصحى الساعة 6 الصبح عشان يتمرن 4 5 ساعات في اليوم؟ يعني هل احنا نقدر نغير نظرة المجتمع القاسية دي، ولا خلاص بقى يعني احنا متقبلين واحنا اللي بنغير نفسنا احنا في رد فعلنا للي بيتقال؟ ما الاثنين، احنا بنلعب على الاثنين. يعني قبل ما اكلم المجتمع اكلم بس انهي كلامي مع الشخص الشخصيه العامه اللي بتتعامل مع هذا الموضوع. لازم اعرف سواء في حياتي العامه او في حياتي الشخصيه ان اي شخص سلبي حواليا بيقول لي تعليق سلبي، احيانا بتكون السلبيه دي مش موجهه ليا فعليا، هي حاجه مشكله موجوده عند هذا الشخص نفسه. يعني الشخص اللي بيسخر من الاخرين وبيحط من شان الاخرين هو صح، انسان حاسس من جواه بنقص، ما حاسس بمشكلة مش لاقي لها متنفس، مش عارف يعبر بشكل معين إلا في شكل عدوانية تجاه هذا الشخص. مثلا تصادف إن هو هدف سهل بالنسبة له، فيبتدي يطلع كل الكبت اللي موجود جواه والإحباطات اللي موجودة جواه موجهة في هذا الاتجاه، في حين إن مش هي دي المشكلة الحقيقية. يعني بالنسبة له في ناس عندها مشاكل معينة، سواء مشاكل نفسية بقى أو مشاكل مجتمعية أو يعني مشاكل حياته الخاصة. لازم ابقى انا مدرك لما يكون واحد سلبي حواليا يسخر مني، الموضوع ملوش علاقه بيا اصلا، احيانا بيكون ليها علاقه بهذا الشخص نفسه عشان ما احملش بمشاكله. نفسي اكتر مما يستحق. بالظبط بالظبط. دكتور شريف، فبالنسبه للمجتمع بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله يكون لينا حلقه بقى كامله نتكلم براحتنا. شكرا يا دكتور شريف.